إقليم كردستان يعاني من الأزمات السابقة وراء سنة 2014 من حرب داعش وانخفاض أسعار النفط وانقطاع حصة الإقليم من الموازنة العامة ونزوح أكثر من 2 مليون شخص إلى إقليم كردستان، مما أدت إلى أزمة خانقة مالية خانقة في إقليم كردستان. وكانت هناك مخصصات للطلبة، حكومة إقليم كردستان انجبرت على قطع هذه المخصصات، حالها حال رواتب الموظفين الذي يعني انجبرت حكومة إقليم كردستان على ادخار بعض من مرتبات الموظفين. ولحد الآن هذه الأزمة لم تنتهي، وبما أن أسعار النفط ارتفعت بدأ الطلبة يطالبون بحقهم من هذه المخصصات. يقال أنه 7 مليار تقريبا، 7 مليار و368 مليون دولار سنويا نعم، هي شهريا. الرواتب، أو شهريا العفو، هي أو سنويا عفوا، 7 مليار و368 مليون دولار سنويا هي رواتب الإقليم، من بينها 40% لعناصر الجيش والشرطة. هل هذا الكلام دقيق؟ لا أريد أصحح المعلومة، نعم، هذه الأرقام لمخصصات الطلبة وبالدينار وليس بالدولار. احنا نحكي عن الرواتب، عن موضوع اخر. هذا اللي ابتدأنا بموضوع المظاهرات، لانه لا زالت اكو مظاهرات ويبدو اكو قرارات لحكومة كردستان باتجاه تخصيص بعض المخصصات للاقسام الداخلية لتهدئة الوضع. ولكن اريد اسألك عن شغلة هي تخص الرواتب. حكيت انت حضرتك عن استقطاع الرواتب، 7 مليار قيمة الرواتب و300 تقريبا دولار سنويا لكردستان، ويمكن 40% من عندها لعناصر الجيش والشرطة. أكو شكوك شعبية موجودة بأنه هذه الأموال تذهب لجيوب بعض المسؤولين على حساب الموظفين. ما مدى دقة هذا الكلام؟ نعم، الرواتب دقيقا هو 895 مليون دينار شهريا لكل الموظفين، وهناك برنامج بايومتري لتعداد الموظفين سواء العاملين في القطاع العسكري والأمني والوظيفي. نعم، يعني هناك من يحصل على راتبين أو ثلاثة حتى أربع رواتب، لكن قانون الإصلاح في الرواتب والمخصصات الرقم 2 لسنة 2020 بدأت حكومة إقليم كردستان بتعداد الموظفين وأخذ البيومتري من الموظفين والعاملين في القطاع الوظيفي المدني والعسكري، وبدأ يعني يقل ازداد يعني يقل الفساد في قطاع الرواتب والمخصصات.